الديران من أساس موجود. إحنا هذا ما له شغل بالسياسة، هذا لا تدري إيرانيين موجودين هنا من الأزل. متعلمين عليه، احنا من طلعنا وهو اللي يخبزون، الايرانيين يخبزون عندنا، وعندنا خبز ثاني غير الايراني بعد، عندنا خبز رقاق الكويتيين يخبزونه. رغم العلاقات الحيونه من قبل حرب العراق الايرانيه، ظل خباز الايراني خبز ايراني هو الخبز الرئيسي، ظل الزبيدي الايراني هو الزبيدي الرئيسي، صناع الحلوى بالكويت كلهم ايرانيين، الزلابيه والرهش والحلوى واسوا كله. يعني السياسة ما تفسد الود مع الناس.